كان عندي شغف وحب تصاميم والعروض الأزياء منذ الصغر. في بداية الأمر كنت عارض أزياء، حاولت التجأ إلى التصميم بسبب قلة المصممين الأزياء الرجالية بالعراق. حبيت أكون أول مصمم عراقي رجالي بشهادة عالمية من نقابة العمال العراقيين ومصدقة من وزارة الخارجية. شفت تنظيم المهرجان يراد له خبرة ويراد له علاقات، فبعد ما كونت هاي الأمور عندي بديت أني أخلي يعني خطط ومنهاج للمهرجانات اللي أنا أنظمها. فقمت مهرجانات عدة ومنها لاقت نجاح واسع. نظمت مهرجان في مول زيونة في بغداد، لقى صدى واسع من قبل الإعلام ويعني انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي. بعد سنة قمت في دار الأزياء العراقية برعاية وزارة الثقافة وبرعاية دار الأزياء العراقية، أيضا لدى لقى انتشار واسع على مستوى الإعلام. حبيت أوصل رسالة للشاب العراقي والمجتمع العراقي بصورة عامة، رسالة أن هي ما هي الأزياء، شنو ثقافة الأزياء، شلون احنا نريد نطورها. بالنسبه لي شخصيا يتمثل واحده من اللغات اللي انا احب احكيها، لان احنا حاليا بزمن الصوره، يعني ما نقدر ننكر أهمية الأزياء بالنسبة لنا. استمد التصاميم من الحضارة العراقية، من التاريخ الآشوري، التاريخ البابلي، التاريخ العراقي، تاريخ عريق. الموضة أعتقد حتى نبعث من عندنا، لأنه خاصة اليوم عروضنا أغلبها كانت في الكلور عراقي، يعني تجمع بين الحضارة بين الفن الحديث. أيضا العرض يدفعنا أن ندعم الصناعة العراقية على وجه الخصوص. الملابس من ضمن الصناعات، أنه لازم يعني شوية نقلل من الاستيراد، لازم نبدي نشجع الصناعة الوطنية. دعم هذا المهرجان وزارة الثقافة ودار الأزياء العراقية، جبت مصممين كل مصمم يمتاز بخط معين، لميتهم بمثابة الباقة الورد. هذه الباقة الورد كل وردة تبعث رائحة مميزة ورائحة لها طعم خاص. من نشوف الشباب وإبداعاتهم بالتصاميم العراقية أشعر بالفخر من أشوف أنا أبناء بلدي هم يصممون وهم يسوون هذه الأشياء. محمد عادل هادي من مواليد 1988 مصمم ومنظم هذا المهرجان. مهرجان الغاية من عنده هو إيصال فكرة ورسالة للدول العربية ورسالة إلى العالم، بأن العراق يتنفس الحياة، العراق يتنفس الفن، العراق يتذوق للأزياء والموضة.